ورجعنا لكم تاني ومع المفاجأة كاريشما. النهاردة معانا المفاجأة حاضرة، المنتجات اهي موجودة، وهنعرف ايه كاريشما او ايه السر اللي احنا كنا عمالين نتكلم عنه الحلقة اللي فاتت. اسمحوا لي طبعا ارحب بحبيبتي وصاحبتي همسة احمد، هي خبيرة تجميل طبعا وصاحبة براند ميكس الترميم الثلاثي المعدل كاريشما. تمام صح. وطبعا ميكس وعنبر ده اشهر من النار على العالم يعني. عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه المفاجأة؟ عرفينا بقى. بصي يا ستي، احنا طلعنا المره اللي فاتت معاكي وقلنا هنعلن عن مفاجاه عندك كاريشما. يعني انت اول حد نتكلم معايا عن كاريشما. كاريشما احنا قلنا انها تعمل طفره في عالم التجميل في مصر. تمام. انا دايما بقول، الناس كلها دايما تقول لك انا عندي برودكت بمواصفات عالميه. انا اوعدك اني هطلع معاكي في يوم من الايام وهخلي يعني هتسمعي كلمه بره ناس في دول اوروبيه بيقولوا ان احنا عندنا برودكت بمواصفات مصريه. انت نفسك تصدري ده؟ انا هخليهم هم اللي يعملوا المواصفات بتاعتنا، مش احنا اللي ناخد منهم. احنا نقدر نعمل كده على فكره، احنا عندنا يعني ناس عباقره جدا والمنتج وهم. كنت وعديني ان كمان شهر بالكتير ان شاء الله تبقوا انتوا براند عالمي. ان شاء الله. انا موافقه وانا شايفه يعني. استنى بس اوريكم ده كاريشما او ده جزء من كاريشما. بصي، هو كاريشما هي البراند، ده ميكس الترميم المعدل. التقفيل محترم جدا جدا. ده تخيلي انت ماسكه شامبو شيا وارجان وفيتامين وزيت. انا بحترم الشاي جدا. انت ممكن تفتحيه وتشمي ريحته؟ ده الشامبو. ده شامبو. هو الكاريشما ايه؟ عباره عن ايه؟ ثلاث حاجات برضو؟ شامبو. ثلاث؟ اوكي. حمام كريم، سيرم. ودلوقتي هنتكلم ليه احنا عملنا شامبو وحمام كريم. الله، ريحته حلوه جدا. جدا تحفه. انا بقى عملت لك الحته اللي بتضايق الناس، بدل الكريم، والكريم بيلزق الشعر وبيدهن الشعر والكلام ده، عملنا بقى السيرم. يعني هو شامبو، حمام كريم، سيرم. سيرم. تمام. طريقة استخدامه برضو ازاي؟ الاول نقول، الاول هي طريقة الاستخدام عادية، بنغسل شعرنا بالشامبو ونحط حمام كريم على الشعر نص ساعة او تلت ساعة، بنشطفه كويس، واهم حاجة ننشف شعرنا بحاجة قطنية. قطنية. الشعر يكون ناشف. المية اللي بنسيبها في شعرنا دي تنشف لوحدها، او نلبس الحجاب وننزل، المية دي لما بتبقى جوه الشعر بتعمل بكتيريا، فكده تلاقي شعرك بيقع فعلا. بيعمل قشرة، بيعمل دهون. احنا المفروض بننشف شعرنا بحاجه قطن، لو عندنا استشوار ننشف بهواء الاستشوار، وبعد كده بندهن السيرم. السيرم ده احط منه نقطه كده على ايدي وادهن شعري؟ الفروه شعرك. ولا الشعر نفسه؟ لا، من الفروه، من الفروه راس للاطراف. اولا السيرم. تمام. ده بقى، هي دي بقى معجزه السيرم ده. استنوا يا جماعه. قولي 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 وانا باخد الحاجه. تمام. اهو السيرم. انا قدرت اعمل لك سيرم طبيعي ما فيهوش سيليكون. انت ممكن ريحته حلوه جدا. ريحته محترمه جدا. مش لزعه يعني، في روايح بتبقى صعبه. طب ده حلو جدا، انا هجرب. معلش بقى، ايه ده؟ زيوت. ده اساسا عباره عن ايه او ايه الزيوت بتاعته؟ ما انا هقول لك. اي سيرم بيبقى تقيل بيبقى فيه ماده السيليكون. تمام. اوكي. السيليكون دي من المواد اللي بتدمر الشعر. انا عملت بقى سيرم طبيعي مضاف عليه 18 نوع زيت، زيوت معينه. 18؟ لو عندك تساقط، لو شعرك ما بيطولش، لو عندك فراغات، لو عندك طلع وراثي، كل ده بينتهي. يعني احنا دلوقتي مش بنتكلم ان هو بديل للبروتين وبس. لا، بديل للبروتين او ان هو بيفرد بس. لا، ده بيعالج دلوقتي. بالظبط. يعني انا بقول للناس، انتوا كده خدتوا بالبلدي كده ضربنا عصفورين بحجر. انا عملت برودكت، حققت معادله صعبه، هفرد لك شعرك بنسبه 60% او 70%، هعالج هيشان، تقصيف، تساقط، تطويل، انبات فراغات، كل ده في مجموعه واحده بس كده. رجاله وستات. رجاله وستات واطفال من سن سنه. من سن سنه يستخدموه عادي جدا. جدا. هو انا ممكن استخدم السيرم بس عادي. يعني مثلا انا بتخنق او كالرجاله مثلا بتزهق، فمثلا السيرم فتحطه فينبت. والسيرم ده اساسا في ناس بتاخده كحمام زيت. ينفع يتعمل حمام زيت؟ جدا. طب ده حلو جدا. سؤال بس كده، اشمعنى شامبو وحمام كريم؟ اصل انا بحترم البلسم بصراحه. طيب، حلو قوي. انا بقى هقول لك ليه. عموما الشعر بيبقى فيه دهون واتربه متراكمه، تمام، احنا مش شايفينها، ده اللي بيتسبب في القشره وفي مشاكل الشعر. الشامبو بقى اللي انا عاملاه عشان فيه مواد معينه بتغذي الشعر وفيتامين معينه وشيا وارجان، انا بنضف فروه الراس من الدهون والاتربه المتراكمه دي. تمام. تمام. فكده الشعر بيديني شحنات سالبه. شحنة سالبة. ده كلام واحدة علمي شوية. واحدة واحدة وتفهمينا. أيوة. تمام. بعدين خلاص أنا شلت الدهون المتراكمة والأتربة اللي في الشعر. حلو. فشعري ده بقى فيه شحنات إيه؟ سالبة. أوكي. حمام الكريم بقى،
اللي فيه شيا وارجان وكولاجين بحري وكولاجين نباتي وكل وفيتامين اي وكل الكلام ده. لما انا بحط حمام الكريم في الشعر وهو حمام كريم في بلسم، اتنين في واحد، يعني ده حمام كريم وبلسم. اه طب ده حلو. لما ده بتحطيه والشعر بيتغذى منه، تمام، بيدي شحنات موجبه، فاحنا كده عملنا تعادل للشعر، فالشعر بيبقى تمام. مهيئ ان انت تحطي عليه السيرم او اي برودكت انت عايزاه. تمام جدا، يعني زي فتحته مثلا بالظبط بالبلدي بتاعنا بالظبط، يعني. زي انت مثلا ما كده عملتي ماسك في وشك، فبتقفلي بعد الماسك ده بحته ثلج او ماء ورد، بتقفلي المسام. المسام تاني. تمام. طبعا قلنا السيرم ليه ومش الكريم. اه بصي، هو الكريم عموما ناس كتير جدا بتشتكي من هو بيلزق الشعر، انا بينشف الشعر، مش بحبه خالص بيعمل فعلا. اتربه. فانا عملت لك بقى ان انا السيرم ده او عموما الشامبو والحاجات دي مناسبه لاي نوع شعر. الناس مش كل الناس بتعرف تعمل اختبار مساميه شعر، ده فعلا في ناس وعدد كتير مش عارفه بسيطه كوبايه او والكلام ما ده. بتعرفش تعملها. انا بقى عملت منتج بيناسب اي مساميه شعر، يعني اي نوع شعر اي نوع شعر، هياخد دهني، نفس المنتج جاف، ده. نفس المنتج. طب حلو جدا جدا. طيب هسألك سؤال هو يمكن غريب شويه، هو في حاجات ممكن تأثر على ان انا استقبل المنتج، يعني شعري يستقبله ويديني نتيجه كويسه غير مثلا حمام الكريم او الحاجات العاديه اللي انا بعملها؟ يعني ايه الحاجات الغلط اللي انا بعملها بتخلي المنتج ما يجيبش افكت كويس معايا؟ طيب اني استخدم منتج فيه سيليكون وفيه صوديوم من بدون ذكر اسماء خالص، كله ما هو ده بيبوظ الشعر. تمام، ان يكون نفسيتي مش كويسه، انت لو استخدمتي اعلى براند في العالم ونفسيتك مش كويسه شعرك مش هيستجيب لاي حاجه. نفسيتي انا اه مأثرة على الشعر. طبعا الشعر ده كائن حي، يعني بيحس وبيتنفس، كائن حي، احنا بس بنعامله وبنمشطه بطريقه غلط، بنتعامل معاه بطريقه غلط. بعنف جدا. اقل حاجه الناس ما تعرفهاش ان ممكن انا محجبه مثلا اخد شاور والبس الحجاب وانزل، يمكن من الميه المحجبات دي فعلا المتخزنه دي ليه ما نشفتهاش صح؟ طب الميه دي عملت لي انا بكتيريا لشعري. تمام، كانك يعني النفسية تخيلي ان انت حطيتي ميه في حاجه وسبتيها ركنتيها، هتعمل ايه؟ بتعفن او بتكمكم ده او اللي ايا بيحصل في كان. الشعر. بعد كده نيجي نسال شعرنا بيتساقط ليه؟ شعرنا بيهيش ليه؟ طب انا بقى عندي دهون في شعري ليه؟ بقى عندي قشره مزمنه ليه؟ ما كل ده من العادات الخاطئه اللي احنا بنعملها في شعرنا. بجد طبعا. من ونفسيتي نفسيتي وحاجه كمان، ايه نوع الاكل. لا ازاي؟ طيب يعني احنا يعني عارفين ناكل جرجير بقى والكلام ده واحنا ما لا بناكلش مش كده. شرط، مش شرط، مش امال قصه ان مش هقول لك طول النهار كل جرجير، بس هي الفكره انا في اكل معين لازم اكله. يعني مثلا لو واحده عندها انيميا او نقص في الهيموجلوبين او كل الكلام ده، لما بتجيلي بقول لها عالجي الحاجات دي الاول مع دكتور، تروحي للدكتور بتعملي التحاليل بتاعتك وتعالجي الحاجات دي الاول. تمام. طبعا بتعالجها طبعا مع الاكل، سبانخ، عسل اسود، الحاجات اللي فيها حديد، اقلل من الحاجات اللي فيها صودا او مواد حافظه. بتأثر على الشعر فعلا؟ طبعا يعني احنا بنسمع طبعا بس يعني مش بنحط بتاثر دماغنا قوي. 360 درجه. يا اشربي ميه بقى على قد ما تقدري، على قد ما تقدري اشربي ميه. مأساة المية. دي حقيقي حقيقي حقيقي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، سواء بقى لجسمك او لبشرتك او لشعرك. الناس اللي هي بتعمل كل حاجه صح، تستخدم براند نظيف، بتاكل كويس، بتعمل كل حاجه، ما بتشربش ميه ولا اي نتيجه. فعلا دي حقيقه، ده انتي بتشوفيه بعينك ده نتائج على الارض. يعني انا يعني، بيبقوا بتعامل واخدين مع الناس كده. المنتج وماشيه عليه وانا وصاحبتي وماشيين يعني عليه مثلا بس ممكن قبل تقول ما لي ايه؟ يجيب بصي انا افكت وبدنا استخدمت لا. المنتج، انا جايب مع اختي نتيجه رهيبه، اختي موهومه وامي موهومه، بس انا ليه اقعد بقى اسال على الحاجات اللي بتكلم فيها دلوقتي دي الاقيها ما بتعملهاش؟ حاجات بسيطه او جدا ابدا بقى مش معايا هتاخد معاها بقى ستيب باي ستيب في الحاجات دي، لا بتلاقي هي نفسها تغيير ملحوظ في صحتها وفي شعرها وفي اي حاجه تانية. طب ده حلو جدا. انا استخدم المنتج ده قد ايه؟ احنا المفروض احنا عاملين كده ماكسيمم الكورس 3 شهور، اقصى حاجه 3 شهور وبعدين ارجع استخدم اي منتج عادي زي ما قلنا، حاجات ولا هرجع معينه استخدمه بقولها تاني؟ للناس تجيبها من الصيدليه ما فيهاش صوديوم او سيليكون عشان ما نبوظش اللي احنا عملناه. طيب المره اللي فاتت كان معانا منتجات برضو، وتقريبا كان حمام كريم وكان شامبو وكان كريم. ايه الفرق يعني؟ يعني انا مثلا ده لنوع شعر معين وده لنوع شعر معين، ده ناس معينه تستخدمه وده ناس معينه، ولا ايه الفرق بين الاثنين؟ بصي انا كهمس انا طماعه جدا، انا طماعه جدا، دايما ما عنديش سقف الحاجه اللي انا عايزه اعملها. انا عايزه اوصل لاكبر افكت يعجبني انا شخصيا واعمل عليه ابديت وافكت للناس. عايزه اقول لك كاريشما دي المجموعه دي عشان تطلع انا بقالي 6 شهور بحضر فيها. ياه. كل مره بيحصل ابديت جديده على الحاجه. ازاي يعني؟
يعني كل مره بنضيف مواد زياده، بنعمل حاجه مثلا ما عملناهاش بنزودها في الماتيريال اللي احنا بنستخدمها. انت قلت لي ان انتوا اوريدي بتطبقوه على ناس. ما هو بقى الفتره دي كنا بقى باعتينه لشويه عملاء. ريحه حلوه قوي. العملاء استخدم يعني مثلا مداومين معانا او عارفيننا على نفسنا على اهلنا على قرايبنا وشفنا الافكت بعينينا. وخلي بالك هي كاريشما مش نهايه المطاف، انا هفضل اوصل 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 لحد ما يعني اجيب اخري. انتوا لسه يعني انت لسه ناويه تطوري تاني في المنتج؟ جدا جدا. انا واحده طموحه، واحده سقف احلامي يعني احلامي ملهاش سقف، وعايزه اوصل لاحلى ماتيريال. اكيد هيجي وقت عليا اقعد معاكي هنا على الكرسي ده بماتيريال اعلى. لا احنا قلنا هتقعدي على الكرسي ده وانت بتصدري. لا انا هخلي الناس اللي بره الدول الاوروبيه تشتري المنتج وتكتب عليه بمواصفات مصريه. انا موافقه قد الكلام. انا قد الكلام وان شاء الله. اهو يا جماعه قدامكم اهو هي بتوعد دلوقتي. يا رب بأمر يا رب والله مصريه هنقدر نعملها. وحياه ربنا احنا عندنا ناس مجتهده جدا بتعرف تشتغل صح. ناس يعني ذكائها مش طبيعي، بس احنا يعني دايما عندنا عقده الخواجه جدا. ايه مستورد فانا اجري عليه، مع ان بالعكس انت ممكن تلاقي حاجات برودكت مصري ونضيف جدا زي اللي قدامك. الفتره اللي فاتت احنا بقينا بنستخدم براندات كبيره قوي وما بتعملش اي حاجه. انا شخصيا استخدمت براندات وكانت سيئه جدا. انا اعرف حد هو قدوه ليا، ست مصريه بسيطه قدرت تعمل من منتج وبقت تصدر للاردن وليبيا وكل وكل الدول دي من منتج مصري بصناعه مصريه في شركتها. انا مش عارفه اقدر اقول اسمها ولا لا، بس هي تعتبر انا واخداها ليا انا قدوه ليا. انت ماشيه على الستيب بتاعتها خطوه بخطوه نفس بنفس. مش عارفه المفروض اقول اسمها ولا لا. هي لا انت عايزه توجهي لها شكر بقى ماليش دعوه. هي صفاء غنيم. صفاء غنيم ست جدعه مصريه حلمها كبير جدا، قدرت توصل بمنتج انه يجيب نتائج الممثلين والمشهورين مش مصدقينها. يعني مصري. احنا مصري يبقى احنا اشترينا حاجات من فرنسا ومن دبي ومن امريكا ما عملتش نفس الافكت ده. فانا هعمل كده ان شاء الله. يا رب امين يا رب. انا معاكي وبجد التقفيل حلو جدا، شكل المنتج محترم جدا كانه براند. وكمان ده اول بصراحة خط انتاج لينا لسه. احنا مش هنكذب، احنا استعنا بشويه خبراء هنود. طب ده رائع جدا. يعني احنا تقفلنا احنا والماتيريال والخامات، بس احنا استعنا بشركه هنديه خدنا غشنا منهم شويه حاجات. طب ده حلو. بس ده اول خط انتاج لمسك وعنبر، والمفاجاه الجايه هتبقى هنا برضو. يعني المنتج التاني اللي هيعمل بوم ان شاء الله هيبقى هنا برضو. في هو كاريشما ده اسم البراند. اوكي ده ميكس الترميم الثلاثي المعدل من براند كاريشما. كاريشما ده بقى لسه ليه في مفاجآت كتير. تمام. جدا جدا. ايه هي برضو انا ببقى عارفه ومش هقول انا قد السر. بس ان شاء الله هتبقى معانا برضو. طيب المره اللي فاتت برضو سالتك سؤال وانت جاوبتيني عليه اجابه بصراحه يعني انا استغربتها قوي. يعني ناس كتير برضو قعدت تقول لي ايه ده، دايما لما اقول لحد تشكر مين يقول بابا وماما واخواتي واصحابي والجيران. انت رحتي قلتي شركه الشحن. ايه الاجابه دي؟ طيب انا هقول لك تاني. انا اي مشروع اونلاين شركه الشحن تقدر تقومه وتنجحه وتقدر تخليه ينتهي تماما. شركه الشحن اللي هي ام دي اكسبريس دي القائم عليها استاذ احمد كمال فيها ميزه. اولا هو مشغل 1000 مندوب على مستوى الجمهوريه، عنده حوالي 15 فرع في كل المحافظات. يعني مثلا انت من اسكندريه عندك فرع في اسكندريه، المدير بتاعه ساكن في اسكندريه، المناديب ساكنين في اسكندريه. يعني انا لو في مشكله اروح لمقر الشركه مش هحتاج حوالين نفسي. لا وكمان المندوب كمان ما بيقعدش بقى يعني تايه في المحافظه ويسال العميل طب اجي لك ازاي. لا هو اصلا من اهل المحافظه. فبيقدر يوصل بشكل بسرعة. بسيط وسريع مع الطرد بتاعها. تمام حلو جدا. عنده حاجه كمان بقى، عنده سيستم بينزله من خلال الابلكيشن موبايل ابلكيشن. انا اقدر انا كعميله اشوف الاوردر بتاعي سواء مثلا اوردر استاذه كريستينا اي مثلا بسيريال نمبر او برقم بسيريال نمبر اقدر اشوف اوردر استاذه كريستينا خرج من الشركه وصل فرع اسكندريه اتسلم او ما اتسلمش، ايه سبب عدم التسليم. بقدر اتابع كل حاجه من الموبايل وانا قاعده. انت وانا أنا. يعني انت كصح انت اللي بعت المنتج بتتابعي كل حاجه. فانا لما باجي اكلمك ما بتقوليش والله انا سلمته لشركه الشحن وما اعرفش. لا خالص انا بقدر وانا وانت معايا على التليفون بوصل لك لاوردرك هو فين ومع مين ومع مين ايه وايه كل حاصل. حاجه بقدر اديكي كل الديتيلز اللي انت محتاجاها. حاجه كمان بقى ان هم التواصل معاهم سريع جدا. انا اشتغلت مع اكبر شركات الشحن بدون ذكر اسماء.
التواصل معهم صعب جدا. يعني لو في مصيبه عشان توصلي المدير او حد مثلا اسيستنت إيه، حاجه كبيره قوي صعب انك توصلي. أيوة. لكن ده مجرد ما اعمل الو بلاقي الناس كلها بترد عليا، خاصه الناس اللي شغالين في الفرز، سواء بقى استاذ محمد رجب او استاذ احمد علي ايا كان، الناس دي بتتعب معايا فعلا. والله العظيم انا شخصيه صعبه في شغلي جدا، عندي واحد واحد يساوي اتنين، انت غلطت شيل الغلط. انا شخصيه صعبه جدا في شغلي، فهم الناس دي مستحملين ويعني الحمد لله ربنا يكرمهم يا رب. طب ده حلو جدا. يعني شركه الشحن دي انت شايفاها من اهم الحاجات اللي في حياتك طبعاً دلوقتي؟ طبعا طبعا. انا لو انا مش هقدر اوصل اي شركه، والله انا مستغربه الكلام. يمكن عمر في حياتي ما قعد قدامي حد وقال لي شركه شحن، او قال لي اي حد براه، بس هو قاعد كل او ما بيديش الحق يعني. لا هم ده حقهم، انت بتنسي كل حاجه. زي ما انا قلت كده، مدير تسويق ناجح مستر احمد، زي ما انا قلت ان انا مثلا بشتغل كويس وماشيه بخطوات كويسه، هم المنتج ده بيوصل للناس ازاي؟ احنا بنشحن لحد الوادي الجديد واسوان والاقصر، وبيسلموا بسرعه. يعني مثلا اديت لهم 300 اوردر، ماكسيموم بديهم مثلا 3 4 ايام وبيديني ضن. طب حلو جدا جدا. متابعه 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 باستمرار، متابعه لا باستمرار. هو السيستم الجديد ده كمان لطيف. السيستم يعني. طبعا ده حلو قوي بصراحه، جميل جدا. تمام. طيب كنا قلنا اول الحلقه انه النهارده لو حد عايز يشتغل، سواء كان معاه راس مال كبير او راس مال قليل، فاحنا هنشغله، وده كان مع دكتور رضا. الجديد بقى، انا ما معيش راس مال وعايزه اشتغل، اتصرفي. بصي احنا في ظروف صعبه بسبب الكورونا والكلام ده، حتى لو الحكومه بتقدم مساعدات او في مثلا جمعيات بتعمل مساعدات، ده مش هيوصل لكل الناس. تمام. فانا بقول لاي ست انا قدرت اعمل منتج باسمي بخط انتاج، اول خط انتاج ليا، قدرت اقعد دلوقتي قدام حضرتك، قدرت باسمي معروف، انت كمان تقدري تعملي كده. ازاي؟ موضوع بسيط قوي. احنا كده كده اصلا معانا طول الوقت معانا انترنت وموبايلات، ده قاعدين بنتفرج على اي حاجه، ما وراناش حاجه، قاعدين فاضيين بنتفرج على اي حاجه ملهاش اي 60 لازمه، بنضيع وقتنا في حاجات كتير. لا، انا كل اللي عايزاه منك انك بتمسكي موبايلك، تخش عندي على البيج، بتاخدي كل البوستات، بتعملي جروب بقى خاص بيكي، واتساب او فيسبوك براحتك. طبعا انا عندي جروب سيلز على الواتساب، تمام، استاذ احمد فيه وانا فيه وناس تانية من السيلز فيه. بتخشي في الجروب ده، بتاخدي كده زي دوره في التسويق، ازاي تبقي سيلز ناجح ببلاش، ده من غير فلوس، من غير اي حاجه. يعني انا لو كلمتك دلوقتي على الارقام اللي موجوده على الشاشه، انا عايزه اشتغل، عايزه شغل، هتعملي لي ايه كده؟ قولي لي كده. واحد باخد رقمك، بدخلك على الجروب اللي فيه البنات، فيه مديريه التسويق وانا بكون فيه، بعلمها ازاي تعمل جروب، بعلمها ازاي تتكلم مع الناس، بعلمها ازاي تنشر المنتج، بفهمها المنتج او البرودكت بيعمل ايه بالظبط، بعلمها كل حاجه. بتيجي طبعا تنشر، فاكيد بيجي لها اوردرات. تمام. هي ست بيت ما بتعرفش تنزل، هي مثلا عشان الكورونا، انا مش عايزه منها اي مجهود غير ان هي بتبعت لي رقم العميل اللي عايز يحجز. انا بقى الناس اللي شغالين معايا بيتواصلوا مع العميل، بياخدوا منه كل الداتا انتري اللي احنا محتاجينها، والاوردر بيوصل لحد باب البيت، وهي ليها كوميشن، الكوميشن ده بيوصلها لحد باب بيتها مع مندوب او عن طريق فودافون كاش. يعني انا عايزه كام راس مال عشان ابدا؟ ولا جنيه. يعني انا مش انت محتاجه موبايلك والنت بتاعك، مش محتاجه اشتري منتجات واخزنها وابدا ابيع خالص. لا لا، دول السيلز. في ناس بقى اللي هم وكلاء، دول بقى ده وضع تاني، ده وضع تاني. مثلا اقل حاجه عشان يبقى وكيل مثلا لمحافظه اسكندريه او بورسعيد، بياخد شغل مثلا ب 100,000. ده حاجه تاني، ده حاجه تاني، هو زيه زي ده، مش ست بيت، مش واحده عايزه تمشي دنيتها. لكن دي ست بيت قاعده ماسكه موبايلها بتنشر المنتج. ممكن انا عندي ناس، يعني كان عندي على الجروب حد من دون ذكر اسماء عشان مش عارفه هي سمحت لي ولا لا، كنا قايلين ان هي عملت مبيعات الشهر اللي فات ب 21,000 جنيه. بسم الله ما شاء الله. تخيلي انت قاعده في بيتك ما بتعمليش اي مجهود. يعني هي خدت 21,000 جنيه؟ لا مش خدت، هي خدت بقى الكوميشن بتاعها. هي مثلا ممكن توصل الكوميشن 7,000 8,000. ياه. بصي السالري اللي طلع لها، هي ما عملتش حاجه، هي قاعده على النت، هي قاعده في البيت معاها الموبايل، بعدين اكيد استخدمت المنتج، فهي فاهمه الايفكت بتاعه. طبعا. يعني انا اي حد بيشتغل معايا بشترط عليه انه يستخدم المنتج عشان يتكلم بقلب جامد كده، عشان يبقى فاهم كمان التكه دي حصلت غلط، ده حصل صح. خلي بالك بفضل معاهم خطوه بخطوه، والله العظيم بيقعدوا نتكلم على الوقت الاربعه وخمسه الفجر، يبعتوا لي شوت سكرين، بصي دي بتقول ايه، طب انا ارد اقول ايه، طب انا اعمل ايه، طب انا اتكلم مع الناس ازاي.
دورة التسويق بالنسبة لي انا عشان اخد حاجات زي كده باخدها بفلوس كتير، بفلوس كتير جدا. طيب. وان انت تعرفيني اصلا المكونات بتاعة المنتجات وكل منتج بيعمل ايه وكل حاجة، ده بفلوس برضو، دي دورة تجميل. عارفة ان انت معاكي منتج الاساس بتاعه شيا وارجان؟ انا قلت لك يا بعشق الشيا. الشيا عموما هي سحر للشعر طبعا، والارجان سواء بقى في سواء في حمام الكريم او الشامبو، دول الاساس بتوعك. دول الاساس يعني. حمام الكريم ده طبعا انت هتستخدميه، ده هديه مني ليكي. تسلمي. هتلاقي فيه قطع شيا، قطع كامله، قطع ده برضو قطع. المره اللي فاتت كنت قلتي لي مش عارفه لازم احط بونيه او حاجه سخنه او كده، ده نفس لازم. الوضع مش لازم، بتحطيه نص ساعه او ثلث ساعه وبعد كده بتشطفيه. اهم حاجه ميه فاتره مش ميه سخنه عشان شعرنا ما يتقطعش. ننشف شعرنا كويس جدا بعد الغسيل الحمام الكريم عشان نحط السيرم. ما ينفعش احط سيرم على شعر مبلول خالص خالص، كانك حطيتي ميه على زيت، ايه اللي هيحصل؟ هيدهن خالص أكسدة. الموضوع مش هيبقى لطيف. انا لازم شعري يكون ناشف اوريدي، نظيف وطري وفي نسبه ترطيب عاليه جدا من الحاجات اللي احنا حاطينها في المنتج. بعد كده بقى احط السيرم. طب السيرم برضو كان المره اللي فاتت ان كان في طريقه استخدام معينه للكريم. لا مش عايزين بيبيليس، ده مش محتاج بيبيليس. بيبيليس عموما انا وقفتها تماما، حتى لو درجه حراره بسيطه فهي اكيد فيها ضرر للشعر طبعا. لا اكيد انا هوصلك لإفكت انك تفردي بنسبه 70% من غير بيبيليس. انا عملت المعادله دي. انت متاكده من الكلام ده؟ متاكده جدا. خشي الصفحه شوفي الريفيوهات وشوفي قبل وبعد. اتعرضت على الشاشه طبعا الريفيوهات. هو اصلا المنتج نازل بقاله قد ايه على كل الريفيوهات دي؟ بصي احنا بقالنا 6 شهور شغالين عليه، بنبعت عينات للناس، ومثلا نزل رسمي على الصفحه من 3 اسابيع او اسبوعين بس كده. بس كل الريفيوهات دي من الناس اللي خدت العينات. انا شفت يعني امهات بتقول لك شعر بنتي تعادل، شعر ابني تعادل، فدي حاجه بسطتني جدا بصراحه. انا بفضل مع العميله، اي نعم ده بياخد من وقت كتير، بفضل معاها خطوه بخطوه لحد ما تقول لي انا خلاص انا فهمت ازاي اتعامل مع شعري او شعر بنتي. وخلي بالك بقى في معلومه، دلوقتي في كورونا الناس قاعده في البيت، مفيش بيوتي سنتر، مفيش كوافيرات، قاعدين طول الوقت شعرنا منكوش. لا انا هخليكي من غير ما تروحي بيوتي سنتر او كوافير ودي شكلك كويس. لا ومفيش ضرر، ومفيش ضرر. شفتي احنا مش قلنا كنا بنقول انا بخليكي تعملي جلسه ترميم في البيت؟ اللي قلنا ان هي بمبلغ كبير قوي في البيوتي سنتر. انا بصي البيوتي بياخد مني المجموعه دي ب 400 جنيه، المجموعه دي ممكن تكفيني انا كهمس شهر ونص او شهرين، بيعمل منها الجلسه الواحده ب 900 وب 1200 جنيه. أوه. انا بخليكي تعملي الجلسه دي في البيت، وبصي بقى بتقعد معاكي شهرين، عيشي براحتك. طب ده حلو جدا. طيب انا لو ما لقيتش افكت برجع لك تاني؟ لا هتلاقي، مفيش حاجه ما لقيتش لحد دلوقتي، مفيش حاجه ما لقيتش. انا عملت يناسب اي نوع مسامات شعر. شعرك بقى دهني، عايزين برضو نقول ان في ناس متخصصه معاكي كمان. طبعا انا معايا دكتور، ناس كيميائيه دكتور شغاله في الموضوع، اللي بيعمل المنتج دكتور، مش هاوي، مش مثلا مكتسب شويه خبره من حد، لا هو دكتور. يعني مش ناس واخده كورسات ويلا بينا نعمل المنتج. لا دكتور متخصص في العنايه بالشعر، التركيبه والحاجه من الخبراء الهنود. حلو قوي، انا معجبه بفكره ان انت بصراحه جايبه هنود. بصراحه احنا كلنا بنعشق الهنود اصلا، هم ملوك الحاجات الشعر في العالم كله طبعا. فلا انا اخدت منهم، غشيت منهم شويه حاجات مع حد عبقري، طلعنا المنتج ده. والله تسلم ايدك حبيبتي، والله مش عارفه اقول لك ايه بجد. انا هستخدم المنتج ولو في حاجه يعني اما نشوف. تمام. طبعا زي ما قلنا هو امن للحوامل وامن للاطفال وامن لكل الناس. اي حد. طيب كنا قلنا برضو المره اللي فاتت ان انا لو عندي اي مشكله في شعري فانا ممكن اكلمك اقول لك انا اصل شعري بيقع، اصل شعري فيه مش عارفه ايه الحاجات دي. فانت قلت لي لا 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 خلاص احنا قفلنا الباب ده خالص، ودلوقتي هي المجموعه دي بتعمل كل حاجه. ايوه انا اديتك حاجه شامله. لو انت عندك تجاعيد، عامله بروتين وبروتين بوظ شعرك، عندك جذور صعبه، عندك مثلا كسرات مضايقاكي، عندك هيشان، عندك تقصيف، شعرك ما بيطولش، عاجز، مش هيفرق طريقه الاستخدام على حسب هيفرق. المشكله هي الحاجه الوحيده في السيرم. الناس اللي عندها تساقط شديد جدا بخليهم يستعملوا السيرم كحمام زيت، هيفرق. في ناس بتقولي انا شعري عاجز اعمل ايه؟ ما بيطولش. اسالها سؤال بسيط، انت قصيتيه ازاي؟ عملتي ايه؟ هو الشعر والله العظيم يعني بالبلدي بيزعل، بيبقى عنده حاله نفسيه، قصته يعني مثلا عملت مثلا كنت تقول لي بصي انا عملت صبغه مرتين عشان اوصل للون اللي انا عايزاه، عملت تفتيح 3 مرات او سحبت لون وعملت ايه المشكله؟ نعم. ايه اللي انت بتقولي؟ انتوا مستوعبين بتعملوا ايه في شعركم؟ ده يعجز الشعر. انا قعدت قدام حاله قبل كده اسمها هدى تقريبا، شعرها
من كتر ما هو بيتفرفت حسيت ان انا ماسكه كنافه بسبب سحب لون، بسبب صبغه. يا جماعه بلاش صبغات، يا جماعه بلاش صبغات، حتى مش الالوان الفاتحه. يعني لو مضطره جدا ان انت تعملي صبغه او انت عروسه، اختاري نوع صبغه غالي ما فيهاش امونيا، ومش الوان الفاتحه بتاعت التشقير. آه دي فالشعر بيعجز بسبب اللي احنا عملناه. لا، هنبدا بقى نغذى كويس، نشرب ميه كتير، نوقف اي حاجه فيها صوديوم وفيها سيليكون، نستخدم المنتج بنفس الخطوات اللي بقول عليها، بتشوفي نتائج فظيعه واتبع معاكي. بس اي حاجه هترجع لك وانت هتقولي ما بطلش معاكي. لا انا عارفه. لا انا عارفه الحكايه دي بنوصل لك بصعوبه جدا. نورتيني حبيبتي، انا مبسوطه بيكي جدا والله العظيم جدا. ان شاء الله الحلقه اللي جايه او المره اللي جايه هيكون معانا مفاجاه، براند جديد من تحت ايد كاريشما، يعني منتج جديد من براند كاريشما. ايه بقى المنتج؟ اقدر اقول لك ان هو ده يعني الماتيريال بتاعته مش عارفين حتى نوصلها من شركات الادويه. ده انتوا شغالين عليه من النار، يعني من دلوقتي انتوا شغالين عليه. لا احنا شغالين حلو قوي، مش هنقول السر عشان محدش يسرقها مننا خالص. لايش. بس المره الجايه باذن الله ان شاء الله هيكون معانا مفاجاه جديده. مرتاحه جدا للمجموعه جدا. انا كنت متضايقه من الكريم المره اللي فاتت بطريقه مش طبيعيه. كنت متضايقه منه جدا. تمام. المره دي حاسه ان الحكايه لطيفه، التقفيل عاجب عيني، انا من الناس اللي بشتري بعيني جدا. الريحه، ايوه الريحه فظيعه، يعني انا مش هقول لكم هي قاعده يعني في ايدي بقالها قد ايه. يمكن برضو الريحه مقبوله مش اوفر. بالزبط. دي من الحاجات برضو اللي كانت مضايقاني شويه. لازم تخافي تستخدم زيوت عشان الزيوت بتعمل ريحه وحشه في الشعر وبتدهن. فانا مبسوطه جدا بيكي. ان شاء الله ان شاء الله الحلقه الجايه يكون معانا مفاجات اكتر. نورتيني طبعا. قبل ما اختم بشكر كالعاده رؤيه فاشون، ميرسي جدا، هم اصحاب الفستان النهارده، وان شاء الله هم معانا حلقات تانية جايه. اشوفكم على خير الحلقه اللي جايه، هتوحشوني جدا. كانت معاكم كريستينا جمال في حكايه نجاح.